احتفل العالم في العاشر من أكتوبر باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: لا مكان لعقوبة الإعدام في القرن الحادي والعشرين. ألغى 170 بلداً عقوبة الإعدام أو توقفت عن استخدامها. 87 من الإعدامات تحدث في 4 بلدان طبقاً لتقارير أممية: العراق والصين وإيران والمملكة العربية السعودية في المقدمة. وانخفض تنفيذ العقوبة 37% في 2016 مقارنة بعام 2015.